اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده، في حلقه بتستنوها تمام عشان انتم تسالوني كثير عن تحديد العمق، كيف بنعرف تحديد العمق وكيف بنعرف نشتغل على تحديد العمق. اليوم راح نشتغل على ارض زراعيه ما فيها هدف، الفيديو هذا تمثيلي تمام، ارض زراعيه عاديه زي ما انتم شايفين، ما فيها اي اشارات، ما فيها اي علامات الى اخره. نبلش اول شيء طبعا بالزجزاج اللي حكينا عنه، طبعا يرجى الانتباه يعني انه مش راح نعيده مره ثانيه، يعني عيدنا هذا الفيديو معاد عن فيديو صورناه قبل هالمره وصورنا على موضوع العمق والى اخره، لكن الفيديو هذا ما راح ينعاد يا اخوان خلاص، يعني ما حدش يسالني بعديها كيف تحديد العمق او كيف نشتغل على تحديد العمق على ارض زراعيه او كيف نشتغل على ارض زراعيه اصلا. تمام، خلينا نبلش مع بعض ونشوف شو بدنا نشتغل. طبعا الاسياخ زي ما بنعرف جميعا تمام، عندي سيخ المعدن هو عبارة عن 40 سنتي كامل، نطعج منه 10 سنتي بصير في عندي مقبض اللي هو قد اللي هي مسكة الايد اللي هي هاي تمام. السيخ الثاني عندي 50 سنتي، نطعج منه 10 سنتي بصير في عندي مقبض ثاني، اذا صار في عندي سيخ معدن اللي هو 40 سنتي كامل وسيخ فراغ اللي هو 50 سنتي كامل تمام. الان راح اشتغل على الزجزاج، خليك معنا بس ماشي، راح اشتغل على الزجزاج كبدايه ماشي. عرفنا مع بعض انه بنشتغل على الاسياخ، عندي كذا مثلا اتجاه، عندي اتجاه اول بروح بنفس الاتجاه اللي اعطاني اياه ماشي، طبعا قراب على بعض 10 سم تقريبا، يعني بعد اصابع هذول عن بعض تقريبا 2 سم، بكون السياخ بعد عن بعض تقريبا 10 سم ماشي. اخذنا اول اتجاه، راح ناخذ الاتجاه الثاني، راح نرجع ناخذ الاتجاه الثالث تمام، طبعا عرض تمثيلي يا اخوان ماشي، ناخذ العرض الاتجاه الخامس مثلا الى اخره. حددت معي المنطقه في متر في متر، باجي بربع المنطقه، طبعا حددت معي مثلا على سبيل المثال هون او على الحجر هذا، خلينا نحكي الان ببعد شويه عن الحجر اوكي، باجي باخذ التربيعه تبعته مثلا، هاي نعتبرها نقطه صفر، بنشتغل على هاي نعتبرها نقطه صفر ماشي. الان بدي اخذ التربيعه تبعته، راح احطها على يميني ماشي وامشي بالاتجاهات، راح يعطيني اول اكس هيك ماشي، راح ارجع اخذ الاتجاه نفسه ماشي، يعني على التربيعه تبعته متر في متر، راح يعطيني الاتجاه الثاني هيك، الان راح اخذ على كمان تربيعه راح يعطيني هذا الاتجاه، الان راح اخذ كمان تمام، ان شاء الله يكون واضح الاسياخ بالفيديو، خليني اعدل شوي ايوه تمام، راح اخذ التربيعه كلها كامله، يعني عندي مربع، انا عملت مثل مربع التربيعه، يعني وجود مربع ماشي. كيف اخذناها؟ حطينا مثلا نقطه صفر وصلنا لها بالزقزاق، حطيناها واشتغلنا على الاسياخ اللي هي تربيع للمنطقه ماشي. على سبيل المثال طبعا هذا فيديو تمثيلي يا اخوان، يعني ايدي اللي بتتحرك، يعني هاي ايدي اللي بتتحرك ها تمام، انه عشان تفهموا بس كيف السلافي، يعني تفهموا كيف المنطق اللي احنا بنشتغل فيه. الان انا حددت نقطة صفر. طيب الفيديو هذا طبعا لتحديد اللي هو العمق، يعني احنا بدنا نحكي هسه عن العمق تبع هذا الموقع تمام، بدنا نشتغل عليه. الان لازم ابعد عن الحجر 25 متر باي اتجاه بدك اياه، باتجاه الشمال، باتجاه الجنوب، باتجاه الشرق، باتجاه الغرب، باي اتجاه بدك اياه لازم تبعد عنه 25 متر. نظام هالات يا اخوان، يعني نشتغل على نظام هاله، بدي ابعد عن الهدف 25 متر، مثلا 25 متر عندي بهذا الاتجاه، بناخذ هذا الاتجاه ماشي، بعد مثلا خطوات ماشي ل 25 خطوة، طبعا أنا ما راح آخذ 25 خطوة للآخر، لكن أنتم عدوهم 25 خطوة ماشي. الآن الهدف عندي في المكان هذاك يا إخوان، شايفينه؟ هذاك الهدف ماشي. شو باجي بسوي؟ أول خطوة بشتغل عليها سيخ المعدن بلغيه كامل يا إخوان، بشتغلش عليه سيخ المعدن، ما بشتغل عليه نهائي، بشتغل فقط على سيخ الفراغ ماشي. ومهم جدا اعرف اني بشتغل على سيخ الفراغ، لانه سيخ الفراغ باخذ عندي قاعد الهالات الطويله، الهاله الطويله تمام. راح تيجوا تحكوا لي انه طب اذا في فراغ قبل المعدن شو ممكن يصير؟ اذا في فراغ يا اخوان راح يبين معانا تأكيسة فراغ، لكن اليوم انا قاعد بدور على هاله، على هاله فقط تمام. تأكيسة الفراغ تختلف، تأكيسة الفراغ كلنا بنعرفها بهالطريقة هاي، لكن اليوم أنا قاعد بدور على هالة، هالة يعني في عندي نبضات، لكن نبضات متحركة أكثر من المعتاد، يعني مش نبضة بسيطة، نبضة قوية شوي. الآن
أول خطوة راح أشتغل عليها باتجاه الهدف ماشي اللي أنا محدده، اللي أنا شغال عليه زجزاج من البداية، اللي أنا خلصت ثبتت وجود المعدن. تمام، أول خطوة يا أخوان اللي هي 45 درجة، السيخ 45 درجة. 45 درجة مش إنه أطعج السيخ، إيدي نفسها اللي بدها تنطعج لتحت. تمام، يعني بهالطريقة هاي إيدي نفسها اللي بدها تتحرك مش السيخ. لنزل إيدي 45 درجة، بدل ما هو 90 درجة بهالطريقة هاي لتصير هيك ماشي. إذا في عندي 45 درجة توجيه للأرض ماشي. الآن 25 متر أنا ماخذ، تروح بالاتجاه اتجاه المعدن باتجاه نقطة الصفر. تمام، الآن هاي 45 درجة راح أشتغل عليه. طيب لاحظوا الحركة اللي راح تصير ماشي، طبعا حركة تمثيلية مش حركة لا في هالي ولا في إشي يا أخوان، لكن احنا اخترنا الأرض هاي عشان التصوير وعشان الأمور هاي. تمام، لاحظوا الحركة اللي راح تشوفوها الآن. تمام، عندي ماشي، أنا بظني ماشي مع السيخ، الآن باخذ حركة، طلعوا حركة هسه هو هيك دغري. تمام، الحركة البسيطة صارت عندي هاي هي. تمام، إذن كان عندي دغري السيخ لكن 45 درجة لتحت ماشي. الحركة البسيطة اللي أخذتها اللي هي هاي، هي شايفينها يعني تقريبا 4 سنتي بس تحرك السيخ هيك كويس. اللي أنا أخذت أول هالة، شو باجي بعمل؟ بحدد أول هالة عندي على سبيل المثال، إحنا بنحكي تمثيلي. تمام، بحدد أول هالة أوكي. هاي بس محدد لنا إياها، هاي أول هالة. الآن شو باجي بسوي؟ برجع عن الهالة مترين لورا. أخذنا أول شيء 45 درجة، الآن راح نأخذ 75 درجة. تمام، يعني 45 درجة هيك بهالطريقة هاي، الآن 75 درجة مش زاوية قائمة مش 90 درجة، 75 درجة، وبرفع السيخ 75 درجة وبمشي. الآن الهالة هاي اللي إحنا جينا عليها راح تعطيني نبضة بسيطة، بس بسيطة هالقد. تمام، الآن برجع المترين هذول و75 درجة وبمشي. الآن هالة بسيطة راح تعطيني نبضة، لكن النبضة هاي أنا عارف متأكد لأني أنا حددت الهالة لهون، فأنا بتخطى هاي الهالة بتخطى عنها، بعرف إنه هاي النبضة هي نبضة الهالة. الآن طلعت مثلا عند النبضة بتخطاها، بمشي 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 بمشي، مثلا على سبيل المثال هون أعطتني الهالة الثانية. كيف الهالة الثانية بدها تعطيني على 75 درجة؟ راح تعطيني بالزيادة، يعني راح تعطيني تقريبا 7 سنتي، تقريبا 7 سنتي، يعني راح أحس إنه السيخ لحاله راح صار هيك وثبت هيك ماشي. شو باجي بسوي؟ بحدد النقطة اللي بدي أشتغل عليها ماشي، الهالة الثانية. إذا صار في عندي هالة أولى، هالة ثانية، هالتين. الآن بدي أروح باتجاه، لسه بدي أروح باتجاه الهدف. تمام، الآن برفع السيخ 90 درجة، برفع السيخ 90 درجة وبشتغل على 90 درجة ماشي، لكن برجع متر مترين لورا ماشي، وباخذ النبضة تبعت الهالة الأولى اللي هي بتزيح معي بهالطريقة هاي ماشي، لكن بكمل ماشي. الآن باخذ التأكيسة زي تأكيسة الفراغ ماشي، لكن أنا شغال على الهالات. تمام، باخذ التأكسة زي تأكسة الفراغ، لكن هذا مش فراغ، هذا هالة، لكن الهالة هون صارت عندنا قوية، يعني السيخ الطويل اللي باخذ الهالة الطويلة ماشي اخذ معاها اوكي، اخذ مع الهالة القوية. اذا عندي هالة قوية في اخرها. الان بنزل السيخ، طبعا بحط العلام اللي بنحطه كل مرة، بنزل السيخ. طيب شو لازم يصير عندي هسه في المر في الشغلة هاي؟ عندي هالة اولى، هالة ثانية، هالة ثالثة. شو باجي بسوي؟ بقيس من عند الهالة اللي جنب المعدن هاي، مثلا نقطة الصفر هناك، بقيس الهالة من أول هالة لثاني هالة، يعني بقيس من عند أول هالة، لا ما بقيس للمعدن، لا بقيس من عند أول هالة لثاني هالة. مثلا على سبيل المثال طلعت عندي 3 متر. تمام، بقيس ثاني هالة، ثاني هالة اللي علمناها لثالث هالة ماشي، طلعت عندي 2 متر مثلا على سبيل المثال كويس. باجي بقيس 2 متر زائد 3 متر يساوي 5 متر. تمام، شو لازم اعمل في الحالة هاي؟ لازم اقسم على 2، اقسم على 2 ويطلع معي الهالة الاولى للمعدن 2.5. تمام، يعني اخذت اول هالة، ثاني هالة، ثالث هالة،
قست من عند اول هالة لثاني هالة طلعت عندي ثلاثة، ومن ثاني هالة لثالث هالة طلعت عندي 2 متر، بجمعهم مع بعض وبقسم على 2. الان شو باجي بسوي؟ بروح مثلا هي الهدف عندي هون زي ما احنا حكينا، باخذ اخر هالة ماشي وبقيسها من عند الهالة للمعدن، تطلع مثلا 1.5، اذا طلعت 2.5 متر فانا شغلي صحيح، اذا طلعت 3 متر شغلي غلط. تمام، لازم الهالة الاولى الهالة الثانية مجموعهم تقسيم 2 يساوي من عند الهالة اللي قبل المعدن للمعدن، بتساوي مجموع هذول تقسيم 2. هذا في حالة انه الهالة كانت غير متساوية، يعني الهالة الاولى والثانية والثالثة قياسهم عن بعض غير متساوي. طيب في حالة انه كان متساوي، يعني الهالة الثالثة للهالة الثانية ماشي 3 متر، من الهالة الثانية للهالة الأولى 3 متر، إذا عندي 6 متر. لازم يطلع من عند الهالة القريبة من المعدن اللي هي الهالة الأولى، لازم يطلع عندي من عند الهالة لعند المعدن 6 متر يا أخوان. إذا طلع 6 متر فأنا شغلي صحيح، إذا طلع 7 متر شغلي غلط، 5 متر شغلي غلط، لازم أعيد أرجع أفحص الهالات مرة ثانية. تمام، طيب شو بنستفيد من العملية هاي؟ الآن من الهالة الأولى للمعدن 2.5، نزولا من النقطة هاي اللي هي نقطة المعدن نزولا لتحت 2.5. تمام، طلعت عندي 6 متر مثلا من الهالة الأولى للمعدن 6 متر ماشي، نزولا 6 متر كويس، هذا بيحدد عندنا العمق تبع المعدن. لكن إذا جينا حكينا 6 متر ونزلنا 6 متر ما طلعش معنا المعدن ماشي، إذا في عندي ناقص متر زائد متر. تمام، في مجال الخطأ في الخطأ في فحص الـ في فحص الـ خلينا نحكي العمق، الآن بتحكم فينا الإشي اللي اسمه قوة الإشارة. تمام، تحكم فينا قوة الإشارة، لكن قوة الإشارة تزيد متر تنقص متر فقط. تمام، إذا كانت الإشارة قوية كثير راح تعطينا هالة أولى قوية، إذن في هالة راح تعطينا يعني تخربط شوية، راح تخربط معنا من الهالة الأولى للمعدن راح تخربط معنا، لكن التفصيل تبعها يا متر ناقص يا متر زائد. تمام، يعني مثلا 6 متر يا إما بصير 7 متر يا إما بتكون 5 متر، لكن إحنا بنفحص معدن ما بنفحص فراغ. شو يعني؟ إذا الفراغ موجود عندي المعدن تحت، إذا أنا بفحص في المعدن ما بفحص في هالة الفراغ نفسها، ما بقدر أعرف الفراغ قديش. تمام، بقدرش يعني بقدرش اوصل لنتيجه انه الفراغ قديش، انا باخذ بس المعدن الموجود على الارض تبع الفراغ، او موجود في قبر، او موجود في كذا، او موجود في كذا، بس هذا اللي بقدر افحصه. تمام، اما كفراغ كقبر كمش عارف ايش ما بقدر افحصه، بقدرش اعرف عمق الفراغ اللي موجود، ما بزبط معي ولا بزبط في اي جهاز في العالم انه بيقدر يثبت لك انه وجود الفراغ. الاجانب قاعدين بيشتغلوا على الفراغ على الاسياخ يا اخوان، بيحددوا الفراغ على 30 متر، بيشتغلوا على الفراغ على 30 متر، لكن بينزلوا حفارة ماشي، بينزلوا حفارة على المعدن، آسف، بينزلوا حفارة، الحفارة بتورجيهم وين الفراغ. أما هو يجيب جهاز ويحط ويقول لك آه والله في فراغ عندي هون، العمق تبع الفراغ 30 متر، ما في منه هذا الحكي نهائي. تمام، إذا إحنا بنفحص المعدن اللي موجود في الفراغ فقط لا غير، هذا بالنسبة لتحديد العمق. وخلينا راح نشتغل طبعا في الحلقة الجاي، راح نشتغل على إشي اسمه فراغ وكيفية تحديد الفراغ وكيفية تحديد البوابة. يعني بدنا نشتغل على نفس المكان هذا اللي أنا أصور منه، لكن راح أشتغل على الفراغ وكيفية تحديد الفراغ وكيفية تحديد البوابة. ومهم نعرف كيف تحديد البوابة في منطقة مثل هاي، في منطقة مثل هاي هي عبارة عن أرض فاضية، عبارة ما فيها إشارات، وأنا تعمدت أجي على الأرض هاي عشان ما فيها إشارات يا أخوان، لأنه هاي زي ما أنتم شايفين أرض فاضية. تمام، تعمدت عشان ما حدا يجي يقول لي والله في ارض وعره وما ارض وعره وهذا مش عارف ايش والى اخره، خلص اخذت هاي عينه تمثيليه عشان اليوم اعرف شو قاعد بمثل او شو قاعد بوصل لنتيجه معينه. تمام، انتظرونا في الحلقه الجايه عشان فحص الفراغ وتحديد البوابه وعشان تعرفوا كيف توصلوا للنتيجه في فحص الفراغ. شكرا لكم للمتابعه، وتنسوناش من دعم القناه باللايكات وبالاشتراكات و الى اخره. شكرا جزيلا للمتابعه.